عجبني. اهلا وسهلا بيكم في معرض البيج فايف اللي احنا شايفينه ده. انا كنت اول ما شفته بحسبه ستاره ستاير، بس اتضح ان ده السلك اللي هو بيتحط في الشبابيك. طبعا احنا بنحط السلك العادي او بنحط اللي هو السلك الخفيف اللي بيتحط في الشباك، لا ده هنا بقى السلك اللي بيتحط في الشبابيك بلون او بديكور. بصراحه عجبني جدا، شكله تحفه. يعني انت تقفل السلك او تحطه مكان السلك اللي انت بتعمله اللوكال او العادي، بيديك اصلا شكل خرافي، بجانب طبعا الغبار، بجانب الاتربه، بجانب الحشرات، في منه الذهبي ستانلس ستيل اولسو. هو ده حديد زي الحديد الميجالفيني، بس انا ستانلس ستيل قلت لي لا طبعا ستانلس ستيل مش هيمشي خالص. فبصراحه عجبني جدا المنتج، بجانب اللي هم عندهم برضو بارتيشنات، ده كل ده بارتيشن، اشكال لبارتيشنات. يعني لو عايز تعمل مثلا بارتيشن دي البارتيشنات اللي احنا قلنا عليها، طبعا اشكال يعني بارتيشن، كل ده ستانلس ستيل. يعني بتقول لي ده ستانلس ستيل بس الفينيشنج نحاسي، ستانلس ستيل بس الفينيشنج نحاسي، ده طبعا بتبقى قواطيع او بارتيشنات. مثلا لو انت هتعمل ما بين صاله وبين مجلس، ما بين صاله وبين غرفه طعام، بارتيشن ديكوري زي ما انتم شايفين شكله تحفه. ده اللوكال، ده الطبيعي العادي، دي على حد دي شكلها زي النسيج. فبصراحه في اشكال كتير تحفه. فاللي عجبني بصراحه في المنتج بتاعهم ده اللي هو الخاص بالشبابيك، يعني تقفل الشباك او اللي هو السلك الخاص بالشباك، بصراحه جميل جدا. وانا برضو هحط لكم اسم المصنع في كارت، هاف كارت، كارت هصور لكم، هصور لكم الكارت بتاعهم. ده الكارت بتاعهم، رقم التليفون والايميل والواتساب. ليندا، ليندا طيب ده هي المسؤوله عن المصنع. ليندا از عربي يعني. شكرا، ان شاء الله يكون الحلقه عجبتكم. دعمكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هنشوف لكم كل حلقات البيج فايف الرياض. شكرا ليكم.